هذا شارع باب جديد والله. احنا هسه احنا حاليا نشتغل بالمنظمه يعني كلباخين. اول شيء يعني عندنا المواد ما تطب علينا، يعني الافرع سدوها وصار لها تقريبا هذه شهر اذا مو اكثر، يعني ما قاعد نعرف يعني شنو السبب اللي خلاهم يحفروها وما كملوها. هي هاي معاناتنا، منطقه فارغ وقديم باب جديد، شوف الطسات، شوف الهاي الانقاض والهاي، وين الحكومه وين المسؤولين؟ بس يعرفون يبوقون خلنا بجيبهم، ما يصير هيجي. شوف شوف صور صور، شوف بعينك الطسات، لا شوف رجلي شو صارت مي كلها من خلف الطسات، ما يصير هيجي. والله قبل كذا حتى بالسياره وقع بالطسات، بطل الطسات وقع فيها، ما يصير هيجي. غير المسؤولين غير الامه. احنا حاليا بشارع فاروق القديم قرب جامع عمر الاسود، يعني معاناتنا الشارع لا تطلع، يعني حتى ما تقدر تبدل. شارعنا فلش من الساعة ودي باب جديد، يعني مبهدلين الله وكيلك. من تمر يعني الأمطار لازم نغادي بلم، بس هي تعدوا علينا ما طعونا جزم، لأن تبهدلنا فقد مرة تبهدلنا باي المكان. يعني معاناتنا بالشارع، يعني الناشد الطيبين، الناشد الحكومة، الناشد الخيرين، يعني تبهدلنا بالشارع الله وكيلك. يعني أطفال نطلع على المدرسة الله وكيلك يومين مرتين ثلاثة نبدل لك.